بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة بتقول if the flywheel is rotating with an angular velocity omega بستة راديان بير سكند، الويل دي بتتحرك روتيشن موشن حوالين المركز بتاعها بإيه؟ بستة راديان بير سكند مع عقارب الساعة. Determine the angular velocity of rod BC at the instant. عايزين نحدد الأوميجا بتاعة الإيه؟ الرود BC ده. بداية أنا معايا السرعة الدورانية للويل ومعايا نصف قطر الويل، يبقى أقدر أجيب سرعة نقطة B اللي هي بتقع على الرود، ماشي؟ طيب قدرت أجيب سرعة نقطة B. طيب سرعة نقطة C، سرعة نقطة C هتبقى تساوي إيه؟ هتساوي لو أنا نسبتها للسنتر ده، عندي DC ده لينك كده بتتحرك روتيشن موشن برضو بيور روتيشن حوالين نقطة D، فيبقى دلوقتي الـ VC هيساوي الأوميجا في الـ R، أوميجا CD في الـ R، R معلوم بستة من عشرة. طيب الأوميجا بتاعة الـ DC مجهولة والأوميجا بتاعة الـ BC إحنا عاوزينها، يبقى دلوقتي معانا إيه؟ اتنين أوميجا، أوميجا وأوميجا الاتنين مجهولتين، يبقى دلوقتي المفروض يبقى عندي معادلتين، معادلتين في المجهولين اللي هما أوميجا واحد وأوميجا اتنين وأحلهم مع بعض. تعال نشوف بقى هنجيب المعادلتين دول إزاي. أول حاجة قلنا إن الـ VB سرعة نقطة الـ B هتساوي إيه؟ هتساوي الأوميجا في الـ R. الأوميجا اللي هي سالب 6 كي، لأن ده بيدور مع عقارب الساعة، يبقى بالإشارة تبقى سالبة، لما يكون مع عقارب الساعة الإشارة سالبة يبقى سالب 6 كي، تمام؟ والأوميجا المتجه بتاعها كي في الإيه؟ نصف قطر الدورة، نصف القطر، تمام؟ من النقطة ل من نصف القطر، أنا دلوقتي منسب بي لأو، منسب بي لأو، يبقى نصف القطر هيبقى من أو لبي عكس التنسيب، تمام؟ يبقى من الأو لبي، يبقى من الأو لبي يبقى في الاتجاه ده كده، يبقى في اتجاه الجي بس السالب، يبقى هذا تلاتة سالب تلاتة من عشرة جي، هو مدين الريديس بتلاتة من عشرة. يبقى دلوقتي الـ VB هتساوي سالب دلوقتي كي في جي، كي في جي بسالب R، وكمان في سالب هنا يبقى سالب في سالب، يبقى بموجب ايه؟ ثانية، سالب في سالب بموجب، سالب في سالب بموجب، وكي في جي بسالب I يبقى بسالب بس، يبقى بسالب I، سالب واحدة، سالب R، يبقى سالب R، سالب 8 من عشرة I، أو من خلال الرسم أنا عارف إن الأوميجا طالما هي الأوميجا تتحرك مع عقارب الساعة يبقى سرعة نقطة الـ B هتبقى عمودية على الخط الواصل من السنتر لنقطة الـ B ومع الأوميجا، عمودية أهو مع الأوميجا، الاتجاه ده اللي هو اتجاه الـ I السالب. طيب هنجيب نقطة C من خلال الإيه؟ اللينك ده أو البار ده. دلوقتي ده البار ده بيتحرك بيور روتيشن حوالين المركز بتاعه اللي هو الدي، يبقى الفي سي هتساوي اوميجا سي دي في ار سي، اوميجا سي دي. طيب انا افرض ان اوميجا سي مثلا، اوميجا سي دي ان هي كي، يعني افرض ان هي عكس عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة في الاتجاه ده كده، يبقى اوميجا سي دي في اتجاه كي في الار سي. طب دلوقتي الار سي بستة من عشرة بس مايل، هنحلله ستة من عشرة. طيب انا دلوقتي منسب سي لدي، يبقى الـ R من الـ D للـ C، يبقى في الاتجاه ده كده، ونحلله مرة كده ومرة كده، يبقى مرة في I موجب ومرة في J موجب، الـ R موجب، يبقى دلوقتي 3 ستة من عشرة في كوزين الزاوية، يبقى كوزين 60، أدي 6 من عشرة كوزين 60 I موجب، الـ J الموجب هيبقى 6 من عشرة اللي هو طول البار ده في ساين الزاوية، 6 من عشرة في ساين الزاوية في اتجاه الجي الموجب. ده دلوقتي كده الـ VC هتساوي لما تفك بقى كي في اي، كي في اي بجي، هذا كي وهذا اي بجي، تمام؟ و 6 من 10 كوزين 60 يديك ايه؟ 3 من 10 كوزين 60 اللي هي سنة 3 إلا بنص،
يبقى نص في 6 من 10 3 من 10، وادي الاوميجا سي دي. ده كده كله اتفك. دلوقتي اوزع بقى اوميجا، وزعتها مرة على كوزين، اوزعها مرة على الجي او الساين. دلوقتي يبقى دلوقتي كي في جي، كي في جي قلنا نفس سالب اي، يبقى ده السالب وادي الاي. اوميجا سي دي في 6 من 10 في ساين 60، يبقى 6 من 10 في ساين 60 هيديك الرقم ده كده. اوميجا سي دي ادي الاوميجا سي دي. يبقى دلوقتي الفي سي مركبتين، الاوميجا سي، الاوميجا سي لو احنا جينا نشوفها على الرسم هتلاقي ان هي في الاتجاه ده هتبقى عمودية، ومع الاوميجا فرضنا الاوميجا عكس عقارب الساعة يعني في الاتجاه ده كده، طيب يبقى ال ايه ال بي سي هتبقى في الاتجاه ده كده، ال بي سي هتبقى في الاتجاه ده كده. طبعا لما تحللها هتلاقي انها بتديك ايه اهو، لو انت جيت تحللها هتلاقي بتديك كده في الاتجاه ده اللي هو الاي السالب، وفي الجي الموجب اهو، الاي السالب اهو وفي الجي الموجب اهو. طيب بعد كده هننسب بي لسي، ننسب بي لسي. جبنا بي من خلال الاو او من خلال الويل، جبنا سي من خلال دي او من خلال اللينك ده، هننسب بي لسي. هذا في بي بتساوي في سي زائد الاوميجا في الار، ترانسليتنج زائد ايه روتيشن. هو الجسم بيتحرك جنرال بلا موشن، او البار ده بيتحرك جنرال بلا موشن. انا هفرض في الاول ان هو بيتحرك ترانسليتنج، يعني البار اهو، هفرض ان هو مثلا بيتحرك كده ترانسليتنج، بيتحرك في الاتجاه ده فرض ايا كان بقى اتجاه السرعه كام، هفرض ان هو بيتحرك ترانسليتنج. يبقى دلوقتي في حاله الترانسليشن كل السرعه ثابته على البار كله، تمام. اي نقطه من هنا، اي نقطه، اي نقطه بتساوي مثلا السرعه وليكن 50، يبقى دلوقتي ال VA بيساوي ال VC، ال VB مثلا بيساوي ال VC، وكمان في روتيشن، تمام، في ايه روتيشن. الروتيشن هيبقى حوالين ايه؟ هيبقى حوالين النقطة اللي أنا منسب ليها. أنا دلوقتي منسب في سي، في بي بالنسبة لسي، يبقى أنا المفروض دلوقتي أفرض إن سي هي المركز بتاعي، يبقى ده سي المركز وده بي، يبقى في بي بيساوي ايه؟ بيساوي في، يبقى المركبة بتاعت الروتيشن في بي ريليتيف لسي اللي هي الأوميجا في الأور. يبقى دلوقتي عندنا حاجتين، في سي وأوميجا في الأور. في سي وأوميجا في ار. طيب أوميجا في سي وار بي ريلاتيف لسي هيعوض بقى، أنا عندي في بي جبتها اللي هي بسالب 1.8، أعوض بالإشارة بتاعتها الار سالب 1.8 ار. في سي، في سي أهي بالإشارات بتاعتها، في سي أهي اللي هي سالب 15.51 أوميجا سي دي بالإشارة تنقلها زي ما هي أهي. طيب أوميجا بي سي في أر بي ريلاتيف لسي، أوميجا بي سي هفرض إن هي في الاتجاه الموجب اللي هي عكس عقارب الساعة، تمام، والأر بي ريلاتيف لسي هقدر أحدده. طيب أر بي ريلاتيف لسي أحدده إزاي؟ ريلاتيف بي ريلاتيف لسي يبقى هو من السي للبي. طيب أدا السي وأدا البي، يبقى هو في الاتجاه ده، الاتجاه ده اللي هو ايه الاي السالب، وطوله كام؟ طوله 1.5، يبقى سالب 1.5 اي. يبقى دلوقتي سالب 1.8 اي، هجمع بقى الاي مع الاي والجي مع الجي، وكل كل كي في اي بجي وكي في جي بسالب اي. طيب دلوقتي سالب 15 دي جهه ازاي؟ اي. طيب دي جي، دي في الجي، طب دي هتبقى في ايه؟ كي في اي بجي، وعندي سالب يبقى سالب جي، يبقى ده سالب جي، ودي كانت في الجي. جمعت الاي مع الاي والجي مع الجي هساوي الاي بالاي والجي، مفيش حاجه هنا يبقى زيرو، بيساوي الكلام ده، يبقى ده سالب 1.8 اي بيساوي سالب الرقم ده في الاوميجا سي دي، وزيرو بيساوي الايه الارقام دي اهو. من خلال المعادله دي مجهول واحد هطلع اوميجا سي دي، من خلال المعادله دي هعوض بالاوميجا سي دي اللي انا طلعتها. طيب نشوف اوميجا عشان الاشارات، 1.8 سالب مع سالب 1.8 على
خمسة واحد تسعة ستة، ده تطلع بتلاتة ستة وأربعين. تلات بتلاتة ستة وأربعين، يبقى معنى كده إن هي في نفس الاتجاه اللي إحنا فرضناه. طيب إحنا كنا فرضنا إن الأوميجا سي دي في أي اتجاه؟ الأوميجا سي دي كنا فرضنا إن هي عكس عقارب الساعة أهو، بموجب يبقى عكس عقارب الساعة، يبقى هي بموجب، يبقى أنت هتعوض بالموجب. تمام، يبقى هتعوض بالرقم دي لو 3.46، يبقى 0 يساوي 3/10 في 3.46 اس ناقص 1.5 اوميجا في سي. يبقى دلوقتي هتودي الناحية التانية، يبقى سالب 3/10 في 3.46 هيساوي سالب 1.5 في الاوميجا اللي انت عايزها اللي هي بتاعت بي سي، يبقى سالب مع سالب. يبقى دلوقتي 3/10 في 3.46 على 1.5 يبقى 69/100، وطلعت بالموجب يبقى في نفس الاتجاه اللي احنا فرضناه اللي هو اوميجا بي سي، كنا فرضنا ان هي برضو في عكس عقارب الساعة. تمام كده، اهي كنا فرضنا ان هي عكس عقارب الساعة، يبقى الاتنين دلوقتي هيبقوا في عكس عقارب الساعة. كده المسألة انتهت، دعواتكم مع السلامة.